السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة شيوات مبسطة عربية الحا. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. رمضان كريم، الله يدخل علينا وعليكم الصحة والسلامة وباليمن والبركات وبالخير والمغفرة والتواب، والله يرفع علينا هذا البلاء يا رب يا كريم. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا معايا في الصور جبت لكم لي ميني بيتزا اللي كيجيو ناجحين، كيجيو رطبين، عجينة رطبة بزاف وكيجيو لذادين. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. مرحبا بكم داخل درايت مادي السمار قناة شيوات مبسطة عربية الحار. تمنى كلو تقيم ميان على خير. افلو اني قربي رمضان دو سيدي غسد ان شاء الله يخاون لي ميني بيتزا. البيتزا تمزينين يداش كان ارطبنت بزاف. ركناش خد المقادير وطريقة التحضير. عندي ان شاء الله 500 غرام من الدقيق الابيض، اي ما يعادل 4 كؤوس عامرين ديال العنبه، قليل من الملح، نصف كاس زيت الزيتون، كاس حليب، ماء دافئ لجمع العجين، ملعقه كبيره من الخميره العجين، واحد رشيشه ديال الزعتر يابس. الا داري ان شاء الله نص كيلو قرنفرس. نركز الكيسان عامرين مزيان العنبه. ديمي كنتي سنت نص الكاس زيت العود، الكاس الحليب، من راني سرسمون العجين، ديمي كوك وزكني ديال الملعقه مقرن الخميره العجين. بسم الله على بركة الله. نديرو نص كيلو ديال الدقيق ديالنا، رنبدو اسمع ان شاء الله باش نعجن البيتزا. نص كيلو قرن، ندير ليه واحد معلقة ديال خميرة العجين، نزيد ليه شوية ديال الماء يعني كوكو من راني نرسفر الخميرة. بعد غنزيد نص كاس ديال زيت الزيتون، نزيد شويه د الملح، تيسنت واحد الرشيشه ديال هاد الزعتر كيعطي نسمه زوينه بزاف للعجين ديال البيتزا. هكا تصرام سي السمره دا صغير ايمي كوك وزكنيه بالحال هكا هكا يتنس ميحلان العجين البيتزا. بسم الله. دابا نزيد الحليب، كاس الحليب، وغنكمل بالماء. غنكمل بالماء دافئ، هكا ديري تزرم تيسما كراس الكاس الحليب. راس تكمل خصو من الغانين راس تعجن مزيان. انا رتشكا تحلى بزاف البيتزا، درتشكا مالكة ترطب بلاش من الزبده بلاش نتقليت بلا والو غير غيكاد ارتشكا ترطب مزيان تحلى. راه كنت باهرت عجب بغا نجرب امس. كما كتشوفوا معايا غنزيد الماء دافي وغندلك العجين ديالي مزيان. غندلك العجين ديالي مزيان وغنتلاقى معكم ان شاء الله. غير كديري تزرام سي ستما غير درا دعجنخ العجينه ياد مزيان رستني تعجنخ وكان ان شاء الله اغديدهم. بعد ما دلكت العجين ديالي بحال هكا كما كتشوفوا راه كتجي بحال هكا، كتجي طريه ومنسيله تدلكات مزيان. غير كديري تزرام سي ستما العجينه تيدلك خطنيت مزيان عجنخت مزيان غير درست غير درست دلغس السلوفان اش اختار كنا تخمر مزيان تولي دنيت عاد ان شاء الله ديدو نادوغ. دابا نخليها هنايا ونغطيها بفيلم اليمونتي ونخليها تضاعف الحجم ديالها نيت مزيان وتطلع ونتلاقى معكم ان شاء الله. كما شفتوا معايا هي خمرات مزيان تفعلات، خليتها واحد نص ساعه تقريبا هكا تيزرم تيسمات تخمر مزيان تغليد وجي اختي نص ساعه غلات ان شاء الله. راه درش حق غيض كما كتشوفوا معايا، نرش دقيق فوق سطح العمل وغنحيد منها الهواء بحال هكا واحد شويه. غادي تزرم سي ستمر هذا الس دابا غندلكها بالدلاك دلكها رقيقة راكم راكم عارفين البيتزا خاصها تكون رقيقة. إلا كديري تزرم سي ستمر راه ستلك غير هاد الدلاك زنطيكات
كنبدل لك ونقطعها بالقطعه. ندلكها ونتلاقى معكم. كما شفتوا معايا بعد ما دلكتها بحال هكا رقيقه هكا ديت الزران تاع السمن اللي ختدلك مزيان سدلك من غير هاد السبيخ سلقطعيت. دابا كنقطعها بهاد القطعه بحال هكا، اللي بغى يقطع عاديه بهذا بقطعة به، بغينا ننوعو شويه الشكل. دابا غنستمر بحال هكا تنقطعها كامله ونحطها في الطاوه ونتلاقى معكم ان شاء الله. هكا ديت الزرم تاع السمن راه تكون بيغزون دريكاد ستفخت نتا الطاوه وكان ان شاء الله ادوغ ديدون. بعد ما ساليت البيتزا ديالي هيا قطعتها كامله ودرتها في الطاوه مدونه بالزيت. هكا ديت الزرم تاع السمن البيتزا تني وبيغ نتكلو زيت دريكاد اللي تنايمت ستفخت نتا الطاوه ودهنت الزيت. غير درت نتكلو نقب غسل الفرشيطه زيت دريكاد باش ادخل باش ادورو فنت باش تقوم نطري كدرقيقنت. كما كتشوفوا معايا غنديرهم تقبهم كاملين بالفرشيط باش ما يتنفخوش معانا في الفران. ودابا في هذه الاثناء راه الفران شعلت عليه باش ندخلهم يطيبوا تقريبا نص طيبه ونتلاقى معكم ان شاء الله. غير كديت الزران تاعي الاستمار تنتكون نقوز دريكات ها الفران غير داتي السرغاس باش ادير باش تنتشكش محصو الفران يرغان نقص خاص شويه. كلنا وينت ماشي كل وينت كنا حمر نتنقور لا غير نص طيبه صافي ضيفنت غيلاد هاكناش كلنا وينت وكنصرم ديما نيك راه تشكين ان شاء الله. دابا نكمل لهاد الشكل تنتقبهم كاملين وندخلهم الفران ونتلاقى معكم باش تشوفوا كيفاش كيجيو ان شاء الله. هادو هما البيتزا ديالي من بعد ما طابو. كما كتشوفوا راه كيجيو روعه كيجيو خفاف بزاف ها نتوما كيجيو رطبين بزاف بزاف عرفتي بحال القطن. هكا ديت الزرم تاع السمن البيتزا تني وغير كدات تشكنت انا تشكنت ماني كدرطبنت حلنت بزاف الكميه فغيد مقود راه عمر غير ينسنات شكوت ومقود يعني راه عمر غير ينسنات كنت دير راه سمور خزود 5 5 نقص 6 سمور كنت خصو لوفان كنت نغسل ميكا توملت كنت نغسل الفريكو كنا طريخ اسيخ نتاع عمر خنت. كما غتشوفوا معايا ما غنعمرش هاد الكميه كلها نعمر داكشي اللي بغيت والاخرين غنستفهم بحال هكا 5 اولا 6 ونديرهم بالسلوفان ونديرهم في ميكا بيضاء ونديرهم في الفريكو وقت ما بغيتهم كنجبدهم وكنعمرهم. كما كتشوفوا معايا راه كتجي رطبه بزاف. دابا غندوز معكم الحشوه ان شاء الله. بالنسبه للحشوه عندي واحد الكميه من الجبن الاحمر واحد شويه ديال الزيتون كحل واحد شويه ديال الزيتون الخضر العظم شويه ديال صلصه الطماطم انا درتها جاهزه اللي كتباع صلصه الطماطم ديال البيتزا وبواطه ديال الطون. الا دريت مع ايميك الفرماج احمر اي حكرت ينسنات الزيتونات التكحليين ايميك الزيتونه خضري بيغتريكاد الدوار صلصه نت ماطاشت غير حتى اللي نزان غير كان درت نزاتي البيتزا صوص طوماط البيتزا ديال البواطان طون. غير هادي ان شاء الله غنعمر البيتزا تنخ. كما غتشوفوا معايا دابا غنعمر البيتزا ديالي غندهن بحال هكا لاصوص طوماط غندهنهم صلصه الطماطم. بالنسبه لصلصه الطماطم تقدروا تصوبوها راه سهله مطيشه والزعتر والعطريه ومطيشه الحك وتصوبوها طيبوها اولا ديروا مطيشه الحك عاديه كذلك غير هذه هي كتكون نص ما بشويه الزعتر وكتبع جاهزه ديال البيتزا خاصه. هذه بيتزا سريعه جدا وكتجي لذيذه واقتصاديه كنتمنى ان شاء الله تجربوها راه اكيد غتعجبكم بزاف. نحاول ندهنها كاملة
اللي دخل عندي اول مره الفيديو كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. كنتمنى ان شاء الله تنال القناه ديالي الاعجاب ديالكم، وما تنساوش ديروا ضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ومرحبا بالناس اللي دخلوا عندي جداد كذلك القناه، كنقول لكم مرحبا بكم. كنتمنى ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم دائما ونكون في المستوى المطلوب. وكنشكر كذلك المتتبعين ديالي الاوفياء اللي ديما متبعيني وكيسولوا عليا وكيقلبوا على الجديد ديالي. كنشكركم جزيل الشكر على دعمكم وتشجيعكم ليا. صافي دابا غندير الطون بحال هكا، وغندير الزيتون الاخضر والزيت والفرماج والزيتون الكحل. وباش ما نطولش عليكم الفيديو نخليكم حتى نعمرهم كاملين ونتلاقى معكم ان شاء الله. هكا ديري طرمتي السما غاسنت طماطاج لاصوص طوماط غفلاص طون ولا غفلاص الزيتون تاع خضريت غفلاص الفرماج احمري، وكنزوق الزيتون تاع كحليت غفلا. وكان ان شاء الله كناكم من اختزرين ديدي معنيك. البيتزات ديالي هما عمرتهم كما كتشوفوا، سوقتهم بعد الزيتونه من الفوق. غير كدير تزرمتي السما البيتزات صافي عمرخنت. غير الا درت نشكش مصفران افلاسنتي في سير الفرماج رغينت شويه وكنتزرم ديدي معنيك كدوش. كانت ان شاء الله الطبق التقديم كما كتشوفوا معايا. دابا ندخلهم الفران تيدوا بالفرماج وتشوفوا معايا الشكل النهائي ان شاء الله. وهذا هو الشكل النهائي ديال لي ميني بيتزا ديالي. راهم كيجيو رطبين بزاف، كيجيو هائلين بشهادة كل اللي كيدوق البيتزا ديالي كتجيه رطبه وكيسول على المقادير ديالها. هذا هما المقادير وهذه هي الطريقه المعتمده عندي اللي كندير دائما صراحه، ما عمرني بدلتها. واقتصاديه ما كندير فيها لا زبده لا دانون مسوس لا بيض لا حتى حاجه، وكتجي ناجحه مليون بالمئه. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا في التعليق، وما تبخلوش عليا دائما باللايكات الفيديو وتبارطاجيوه مع الاصدقاء والاحباب ديالكم اللي كيتعم الفائده. هكذا تقيست مع البيتزات اللي غوات. انا رد تشكيل عجينه نترطب بزاف، رد تشكيل زند القطن. نتمنى ان شاء الله تجرب انا كنت بزاف تعجب. نتمنى يتشجعات ديما لايكات الفيديو تبارطاجيمت الفيديو تمدو كان نود لاحباب النود على الواتساب. راه نتيني خال الفيديو يا ضنين اخسي الناس ربي. نخليكم في امان الله الى فيديو قادم باذن